مساكم الله بالخير. علومكم توزع في الكشنات الربع، بس قبل ان توزع مروا سم والله انت مختلف دايم طول عمرك. وش هي؟ ابو العيون السود. ايه خذوا اشتري. ها يبي واحد. الله يطول عمرك. رياض ما تبي؟ ابي حبه ثانيه. ليه؟ يجي اخذها، يجي اخذها. الله يطول عمرك. يا الربع اللي ما معه يجي ياخذ، يجي ياخذ. وين ربعكم الباقيين؟ خلصتوا؟ تصفيات وتاخر في فقره ما يصير. الله يطول عمرك. الله لا يهينك. سامحت. ها باقي احد؟ هي المفروض انه باقي اربعه. سم باقي احد وراك يا علومكم يا شباب. وش الركام معكم اليوم؟ لانه يلزمني لازم 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 ونعم. يا هلا 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 قلبك باقي واحد ولا خلصتوا ولا احنا مزودين ورقه؟ باقي احد؟ كنترول شيك في احد عندك؟ ها تمام؟ باقي واحد. من الواحد ذا ما ندري لكن يجي. تصفيات حرام والله انها تهمه. والله. لا لا ما سالت ارفع اختلف من الحين. على وش؟ عبد الله هادي جاء، وين عبد الله هادي؟ جاك عبد الله هادي من مجموعتك يا عزيز. سم من مجموعتك واخصم عليه لو سمحت. بس الوجه يا ريش. يا ولد اللي انت به يصير وش تبي؟ لب والله قلب. الله يطول عمرك الله يهينك. الاسئله اليوم مختلفه عن الاسئله اللي مضت كلها. ليه مختلفه؟ وش في؟ لاني انا واقفين عليها. واحب كفك الطيب، واحب ترى الاسئله اللي فيها دائم جدال، واحب احدك على قصرك. فاحرص على اجوبتك. اللهم بلغت اللهم بشر. انا ما ودي صراحه بيني وبينكم ابدا لين يجي اخويكم، لكن من هو اسمه؟ ايش ترى كيف من مجموعتك؟ احنا دائما مجموعه ركان كامله. زين يا ربع تبون وين نواف؟ ارحب وراك جاسر. ها احبك مختلف. انت اختلف بالورقه لا تختلف المكان، عندك مليون لوكيشن. يا اخي اللوكيشن احبه. الله يطول عمرك، شوف لك اللوكيشن اللي تشوفه مناسب واجلس. كاملين وانت اثنين جالسين على واحد اجلس. احشر محمد بن ناصر. كشنات واجد. توزع، تعالوا هنا. مهند حبيبي تعال هنا. انا مع نايف الربيدي كذا ومع عزيز كذا اختي. يوحو على الطلاق. كنترول باقي واحد ما هو عندك موجود؟ هذاك المار قدامي له نظرات قتاله. ايه؟ وله سكسوك تنفكسر وجه مرتسم. الله بديتك يا ابو قمازه. يلا عاد اجلس. يلا ها كاملين سم. الله يطول عمرك ولا يهينك، وان شاء الله ما فيه نكس. خلونا نبدا في السؤال الاول وركزوا بسؤال ترى مهم واجابتك مهمه. السؤال اللي تختلف او تتفق فيه يقول: انهي علاقتي بشخص احبه اذا كان كذاب؟ انهي علاقتي بشخص احبه اذا كان كذاب؟ عندي يا عزيز. في ناس ما رفعوا. سامر انت مع الجميع اشوفك. والله في اختلاف وفيه اتفاق. زين ضاري ليه تختلف؟ ليه ما تنهي علاقتك معي اذا صار كذاب يا اخي؟ ابى اعلمك. ممكن الشخص اللي احبه طيب من زود حبي له يكذب مره طيب؟ ايه بس لابد انك تسامح اذا الله سبحانه وتعالى يسامح البشر. احنا البشر ليه ما نسامح بعض؟ لابد اني اسامحه مره ومرتين لين ما يتعدل وزين تضبط اموره.
طول عمره يقعد بكذب. لا 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 مو طول عمره. لا مو طول عمره. ركز في السؤال، اذا كان كذاب مو اذا كذب. حلو. اذا كذب مره مرتين مش ابى سامح. ابى سامحه من طيب راسي. من طيب راسي ابى سامح. وليش ما يكون استغفار؟ ليه ما يكون وانت محشوم على الشيء ذا؟ لكن بعض الناس اللي يحب يكون كذاب استهطاف، يستهطف اللي قدامه. لا 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 لا، من طناغه راسي ومن طيب راسي ابى سامح. طيب يا اخي علاقتك يمكنها كذب مع. لا لا الذيب ما تاكل الذئب، الذيب يعرف اللي قدام اذا كان زين ولا مو زين. يعني ما تحب الشخص الا انت عارف اللي فيه. اكيد تدري انه كذاب وتحبه. اي نعم صيف. زين نروح للسؤال الثاني. هذول الحزينين ترى جدا. يقول افضفض للشخص اللي احبه. تفضفضون؟ تتفق؟ تختلف؟ بعض الناس يقول انا ما افضفض اساسا. الفضفضه سلاح ذو حدين، اما انه ينفعك وياخذ حزنك منك، واما يستخدمه ضدك بيوم من الايام. زين فاضل، تختلف انك تفضفض للشخص اللي تحبه صحيح او الفضفضه بشكل عام؟ ليه؟ لاني احبه ما بيظهر له الجانب الضعيف فيني او السيء بالاصح. او السيء. اسلم يا ابو. بالعكس صحيح، واللي تحبه طبيعي تثق فيه. مايك مايك يا عبد الهادي طافي اجين. معليش من جديد، ترى قلت معليش ولا خطا منك اساسا. هذا اللي اني احبك جد حبيب قلبي. دالحين كيف؟ اسلم دالحين كيف؟ تمام. فاذا فضفضت للانسان اللي تحبه وتثق فيه ربما يجد لك حلول، هو نفسه يجد لك حلول، او ياخذ حزنك عنك، او ينفعك في شيء. فالفضفضة أساساً هي تريح داخلياً نفسياً. يعني مع الفضفضة؟ نعم مع الفضفضة. حلو. السؤال الثالث، بالنسبة لك التخلص من العلاقات شيء سهل مرة. أسهل حاجة التخلص من العلاقات. يختلف مهند وأغلب الشباب. مذكر، ليه تتفق؟ لهالدرجة العلاقات سهلة عندك؟ ما هي بسهلة يا أبو محمد، لكن إذا صرت إنسان عليك ضغوط من الحياة ولا عندك مجال للعلاقات فأحسن لك تخلص منها علشان ما تعبث في مشاعر الناس وأنت ما أنت فاضي لها ولا معطيها اهتمامك. يعني أنت لا التخلص من العلاقات. معليش بس مو مفهوم يا مذكر. تقول التخلص من العلاقات شيء سهل بالنسبة لك؟ لا انا فهمت السؤال غلط. فهمت السؤال غلط؟ اي والله. تدري وش ودي؟ وش ودك؟ التخلص من علاقات كنت وليد في كرسي واحد، فيه مليون كرسي وراك حشن وليد. ابو ناصر معدن الطيب والقول منك حشرة امانا بعد الله. لا يشيل عادي مرتاحين. الضيق في القبر يا ابو محمد. لا لا بس انا من مجموعتي قلت يمكن حاشره شيء. لا لا أطلع انا اتفق. الله يطول عمرك. طيب دمعة الرجال. والله فهمت السؤال غلط. قدام الناس عيب عليه. نعم. دمعة الرجال قدام الناس عيب عليه. اتفق. انت ورا ما تصوت انت. شو ما تمقتنع؟ يعني انت دقيقة يا حبيبي انت الظاهر شوف مذكر ما فهم السؤال، انت مو فاهم الفقرة. لا انا فاهم الفقرة. يا حبيبي الفقرة انت تتفق مع الكلام ذا اللي انا قلته؟ إذا أنا أمتنع قل أتفق أو أختلف. ما أبغي أتفق ولا أختلف لسبب. شنو ما عندك رأي؟ لا عندي رأي. يا ما عندك رأي يا ما عندك شخصية، ما في خيار ثالث. الحين مثلاً الله لا يقوله إذا مات شخص عزيز عليك، إيه؟ أما يعني أحد من أقاربك. حلو. وأنت في مكان ما العزاء ولا في المقبرة، هل هو عيب أنك أنت تبكي في المقبرة؟ أنا هنا أسألك يا حبيبي، أنت أرفع وجهك أنا خليك تبرر. أنك بتحطني مجنب. ليه؟ انا اعرفك تدور علي. لا خل اعرف انت اعرف الفقره ثم اعرفني. زين دمعة الرجال قدام الناس عيب عليه. ارفع بس اللوح بشوف. مهند مو واضح يا مهند، وش ترافع؟ زين يا البقمي عبد الله تتفق انها عيب؟ نعم. ليش؟
هل 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 الرجل ما عنده مشاعر؟ عنده مشاعر ولكن هذه كان تأكد من مايكك شغال أسلم. دمعة الرجال قدام الناس عيب عليه. ليه؟ لأنه لا خل علي أسلم 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 لأن وش اسمه؟ لأن هذا صراحة جواب مقنع سبب إيهاء سم؟ جواب مقنع الله يسلمك شو اسمه إلين بكرة؟ أسلم شو اسمه؟ شو اسمه أنه يعني المهم أن عيب علينا أنه تسبب إهانة للشخص أمام الغريب أمام أمام إيه ممكن أنا أثق فيك يا عزيز زين؟ وألقى معك مثلاً عايض أنا ممكن أنا وياك شيء واحد وبعض الأحيان تجي بيننا مواقف بعض الأحيان ممكن أدمع عندك بسبب الموقف الكبير فعايض ممكن عدولي زين؟ فيوم أدمع عندك وهو عندك مثلاً أو كذا شخص فياخذها كيف ك يعني إهانة لك أو كذا فهمت؟ إيه بس إن أنت شوف شوف صارح لي مال أخوك كان أخوك الكبير ابتلشت لا إجابتك نحترمها وجهة نظر نحترمها الله يعني. لكن أبي المجموعة اللي هناك أرفعوا وش السؤال؟ إحنا يا عزيز شخصنا معنا كل شيء زين يا نواف رد على عبد الله ها عبد الله يقول إن ممكن دمعتي تستخدم كسلاح ضدي هلا بيوم من الأيام سبب إهانة لي يقول تسبب إهانة لي وأنت تقول أختلف لا. لأن دمعة الرجال ما هي بعيب قدام الناس لا بالله دمعة الرجال ما هي بعيب يمكن تطيح أمه ويبكي يمكن تطيح أخته ويبكي يمكن تطيح خويه ويبكي فلا هو بعيب بس مو ببكي أنا أبكي عند أم الحين مثلا قل إن صار لي موقف وبكيت منه إيه؟ أول شيء البكاء وشنه أنا لو إني سكت وحسبت الأجر من ناحية الأجر فهمت؟ إيه؟ يعني مسكت نفسي إن شاء الله ما عندي أحد بس مسكت نفسي هذا إني حسبت أجر نفسي زين غير إن مثلا عند ناس قلنا حصل لي موقف قدام الناس وذا وأنا بمسك عمري أساسا عن الأجر هذا أولا ثانيا إنها تقلل يعني ما هي بزينة بحقك قدام الناس أنت يا شخص كشخص لازم لازم الكلام هذا يوصل كذا شخص في سكريبتو تعرفني وأنا منهم لازم أفهمه صح السؤال الخامس هل الضرب يساعد على التربية؟ الضرب يساعد على التربية؟ اي والله ما مرت الرجدني يبوي اختلف انت اكثر واحد تقول اتفق بذكر تاكد من اجابتك لا اختلف تراك حاط اختلف يعني غريبة والله ده 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 الضرب يساعد على التربية اي بالله يساعد رياض تختلف ليه تختلف؟ يا طم السلامة الضرب ما يساعد الكلام الطيب ما يساعد التربية بقول لك السبب خاوة خاوة ولدك مثلا على سبيل خاوة ولدك أعطيه من الكلام يأثر في الرجال الشخص ذا الضرب ترى ما ينفع أنت تعقد زيادة تخلي شخصيته مهزوزة عند الناس شلون بيعرف الخطأ أو خطورة الخطأ الخطأ بالكلام تقرص تخاويه بدل ما انت تضربه خاو معليش يا رياض لكن من ناحيتي انا في حال اني 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 بكره اليوم اني اخطيت وجاني ابوي قال هذا يا اخي غلط ما يصير تسوي كذا بدون ما يضربني وانا طفل ما افهم خطوره الشيء ذا بروح اسويه مره ثانيه لان بالنهايه اللي بيجيني كلام طيب يمكن يتعقد الولد من السبب يكون انت الاب طيب الهواش برضه يعقد ما هو شرط الضرب ها الهواش برضه يعقد مو شرط الضرب لا مو الهواش يعني مو هواش تنصحه تخاوي طيب اذا انا طفل ماني فاهم خطوره الموضوع صادني ابوي في اي صادني ابوي في اي خطا بالنهايه بعيد الخطا لان ادري مو بجايني الا كلام بالنهايه مو فاهم والله يزن عقل رجال عمره 30 انت صغير ها انت صغير انت الطفل وجهه ايه؟ نظر نحترمها ايه؟ بعيد السؤال مره ثانيه بشوف المجموعه اللي هناك الضرب يساعد على التربيه تتفق او تختلف رياض قال اختلف تناقشنا معه خلف يقول اتفق ليه تتفق ان الضرب يساعد على التربيه سلام اذا ما فاد النص والكلام نعم لازم الضرب يعني ان تتفق بعد على قولتهم محاولات وبعد مراحل معينه اي هي السالفه مو عقلاني جدا قليل العطاء يعتبر بخيل
قليل العطاء يعتبر بخيل، قليل العطاء يعتبر بخيل. صح. أشرح لكم؟ خير يجيب. واضح. لا أنا أشوف في بعضهم متردد و أنا والله احنا ما احنا مترددين. قليل العطاء يعني أنا مثلا خويي أحمد الشمري ما ياخذ مني واجد. ما قد أعطيته حاجة. هل أعتبر بخيل؟ أي بخيل. لا. بعدين أنا متعلق ما قدر بعد ترى. أنتم شخصنا معانا نبي نجاوب يا أخي. ليه؟ إيه إيه. السؤال اللي قبله ترى حسرة في قلبي صح. ليه؟ أبغى نجاوب يا أخي. على خشمي تبي ارجع له؟ اي ارجع له على خشمي. على خشمي ارجع له. ارجع له ابيلي. دقيقه دقيقه انت حاط اختلف يا وجه التكاك وانت حاط اتفق تناقش السؤال وش هو؟ وانت حاط اتفق قل لي لا العطاء بخيل نفسه اللي ما يعطي من نفسه بخيل بخيل انا هرجي هرجي هو المختلف ما بنا انا لك مثلا انا ادري ان حاجتك عندي حلو لا ما لها قصه لا اسمع 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 لا لا خليني بعلمك افهمني وخذني على قد عقلي لك حاجه عندي وانا ادري انك تباها واحرمك منها يا مذكر هذا تعتبر بخل ثاني شيء اني انا ادري ان في توجيه بوجهك ابه بينفعك ما علمتك به هذا بخل ثاني شيء ما صفطت لك المصافيط مثل احنا في برنامج احنا في البرنامج اذا ما صرت انا اعطي الناس ما نطيتني في مثل يقول قليل العطاء خير من كثير المعاذير قليل العطاء خير من كثير المعاذير صغار الهدايا والاكبر الهدايا مساك الله بالخير هذه منحه ثاني الا هي انك اجيك واقول ابى سلف تعذرني وانت ابى سلف وتعذرني تقدر تقول يا ولد والله ما انت كم تبى يا وليد اقول ابى 2000 تقول والله ما معي الا 500 هاكي ها دور لك من يحط عليها 1500 اخرى هو مو شرط هذا 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 المثل اللي انت جبته صيغه 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 السؤال مفتوحه قليل العطاء ممكن ما دام ممكن قليل العطاء مدح يمكن طيب. قليل العطاء شيء ردي طيب ما في مشكله انا معك ما دام السؤال مستوسع السعه ذي ها انت ارفع ولي علي بس شنو لا تعدت النطاق استلم ابو احذفه عليه ويسمعها هذا يعتبر عطا مني الحين تفضل تفضل زين يا الربع بيكم تسمحوا لي جميع احمد الشمري يقول اني مشخصنها معه فالضرب يساعد على التربيه احمد ايش قال الضرب يساعد على التربيه ابرجع للسؤال اللي انت به اللي حسره في تبدك انا ما ابي حسره والله انا حسره لكن والله بقوله على خشم اللي انت به والله شوف يا استاذ عزيز تتفق ولا تختلف اول شيء تتفق ولا تختلف دقيقه اشرح لك هي انا اتفق تتفق ان الضرب يساعد على التربيه انك تبدو لين يعض الارض اسلم انا عندي طول عمرك واحد من اخواني ابوي ينصحه لين قال بس ولا فاد معه وهبدوه ومشت شوي معه ايه بس على كل حال والله ما ضبطت معه لا تهبيد ولا نصائح احو فانا نزلتها قلت لا خليني انزلها لان الحين ما تنفع الحين ما تنفع والله انك صادق سم يا نايف جاوب على السؤال هذا ولا اللي انت تبي طيب بالنسبه للضرب يساعد على التربيه الرسول يقول علموهم واضربوهم هذا متاكد من صحه الحديث هذا حديث هذا في معناه قصدك اي فيما معناه وبالنسبه لقليل العطاء في مثل او بيت معروف يقول يعطي العطاء من كان ظالم بالعطاء ويخلي العطاء من كان خاله لاش معليش برجع بس للضرب تقول الرسول يقول اضربوه هذا في الصلاه في الصلاه هذه الصلاه اذا في الصلاه اضربوه هي ممكن تدخل في التربيه الصلاه صح وفخ عقلك ومشيت صح اقول لك استغربت يوم ما ذكر حطه اختلف لا شوف لا يمكن عندك يمكن صدقني عزيز خليه يجاوب خليني اجاوب صح اني حطيت تختلف سمعت بس ما تعرف السؤال لكن انا عارف ان السؤال لكن والله الذي لا اله الا هو اني اخذ حياتي بالله يعني اختلف ترى العكس ليه؟ اني اكثر وش اللي حادك؟ اكثر انسان انا قايل لك ابعد عن الوليد واضح انه جابرك جابرك على جابك ما تبيه لا والله وليدي يدني للخير ما يجبرني للشر اعطيك اياه لا لا يمنك تعال 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 انا فداك ما تخليني اروح له الله يطول امرك معذور يا ابو ناصر شوف 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 الكراسي وش كذا شوف شوف اسمع معي يا معك يا مع وليد انا ماني بجالس بوقف معك شوف شوف عن مهند من اول يغمز لي جيب مذكر جيب مهند اكثر واحد عشان عشان تقابلني يا ابو حسن اكثر واحد راح مهند راح اسامه كب عليه الكرك عايق خزرانة وجلد ونوال كل ابوهم جلد هذه من ضمن التربيه الربع ولا وشي لا كذا عيلوني صغير وهم عضني وجلد ايش رايك انا بوجهك مهند ما يقول شيء
والله ما يقل. شوف البقرات البارحة يا عزيز. كم كم؟ والله انك مزبن من غير قصور اخوياي. على دمكم يرجع. زين. ولا قصورهم في بني عمي. بنروح بنروح للسؤال السابع تقريبا. وين اخوهم نيرة؟ او السادس. الصراحة يا نايف ويا مذكر، الصراحة في الإعلام لابد منها. الصراحة في الإعلام حاجة لابد منها. الصراحة مزعله وأنا سريع، تزلك ما تزلك بقول. اسلم يا مهند. لابد منها. الصراحة في الإعلام. ليه تتفق؟ أتفق من ناحية واحدة. الآن حنا كلنا بندخل إعلام، صح ولا لا؟ صحيح. طيب أفرض أفرض. ما عليه ابو ناصر، ابو ناصر حدد جلستي بجاوب ورحت المهند. اسلم يا مهند، ليه تتفق ان الصراحه لازم؟ الان احنا طالعين على اعلام، في صعب عرفت ان لما يكون في هذا عيب في هذا عيب في هذا عيب اجامله اقول ايه صح اوكي. وبرضه صعب انك تسولف والشباب يضحكون. اسمحوا لنا كسرت خاطر، وانت كسرت خاطر يا مهند عرفت؟ فصعبة يعني لما أقول فرضا أنا الآن أخطي في البث حلو؟ لما أجي الإدارة تجي الإدارة تصفي تقول إيه صح كويس هذا خطأ، لأني بكرة بأخطي وبأخطي وبأخطي وبجيب الطعب وتقفل القناة. ما فهمت السؤال صدقني. فهمت صراحة أني أكون صريح قدام الكاميرا. قدام الكاميرا؟ يعني إذا سويت شيء أقول لا خطأ وكذا إيه تكون صريح يعني لا هذه لا هذه تقدر تنصحها تحت البث يعني افضل انك ما تحرجها قدام الناس يعني تغيرت اجابتك تغيرت لاني فهمتها في اللي فهمتها شيء ثاني تمام السؤال السابع اللي يسولف واجد اسلك له تتفق ولا تختلف اللي سوالفه واجد اسلك له اعطيه اذني وبالي ما هو معي انا يا عزيز اتفق اتفق اذني معه لكن بالي ما هو معي انا يا عزيز لا عام اي اذني معه وعيني ما هي معه اللي يسولف واجد تتفق ان اللي يسولف واجد لو جاك عبد الله بن هادي حلو قال لك سبع سالفات ورا بعض قال وعلى طاري السالفه بيدخل بالثامنه وانا طفشت اي لا صعب اني اكسر في خاطره يعني تبيني ازبد له وامشي؟ اسلك له ما قلت زبد له لا انا إيه اسلك له اجامله إيه لكن مثلا اقوم وامشي لا عندي بيت يا عزيز بقول عن السؤال وش البيت يا مذكر؟ اللي يقول اكثر اغلب هل المزح واللي ضحكهم واجد تلقى الزمن قد جعل فيهم 100 عله سلام الله سلام حكيم والله من جاي واحد وصلتك الفكره يا عزيز ولا لا؟ سم وصلتك الفكره اللي انا اقصدها؟ ايه بس ما ادري صيغه الاسئله صعبه وليد البيت ولا ان الشباب ما فهموا ما نعرف نحن عزيز لا تورط والله شوف بعضهم يهدر واجد يدوخك بهدره ايه ما ودك تكسر بالخواطر انت بعض الاحيان انا ما قلت لك الا اشكل لا اسلك له يسولف لي فلان سوالف واجد قول ايه اسلم لا بس انتم ما عندكم جوال فا يعني انا اخذ اللي يسويها قليل الحين والله لا اتفق وخلوه يهدر على كيف الحين انا ما اقول له يا ولد تراني ما تقبلتك احترام لسالفته ولا الرجال يمكن الرجال يسولف عليه هذا ما هو احترام لقيت ما تقبلتك ما هو احترام لا بقول له يا ولد طريقه حلوه طريقه حلوه ايش شلون انا رجال سوال في واجد تعال مذكر انا الحين سوال في واجد شلون تقول لي يا ولد سوالفك واجد بطريقه حلوه لا بقول يا عزيز المهم اني بجيب شلون انا قم روح لو علم لا شلون علمني ها انا رجال سوال في واجد سوالفك واجد اي وانا قابلك مرتاح لك لا والله نجلس معك لبكره شوفني انا اجاوب عن نفسي شوفني انا اكثر انسان مردود في ذا المكان ادري والله يجعلني في ذا كل واحد منهم الماجودين واللي غايبين اقسم برب البيت ما قبلت وجه رجال الا وانا اشوف الراحه فيه ونعم 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 انت عزيز اي تسلك لي ظني اي والله ها كيف دريت؟ ها؟ يلا يا عزيز زين ايش رايك بالباب؟ السؤال والله ما التاسع هذا لا عدم لبس الزي الوطني يقلل من وطنية الشخص نفسه عدم لبس الزي الوطني يقلل من الوطنية هلا اتفق مع ريد شوف وليد بعيدة ها اسلم يا محمد بن ناصر تختلف ليه
يعني الواحد يلبس عادي اللبس اللي هو يجوز له. نعم. أبغى لو سمحت صدى. لا ما هو لازم صدى، الجمهور يسمع. تسلم. كم من واحد؟ ما عنده مكيف يا كنترول. كم؟ كم من واحد؟ اوكي؟ اسلم. يا عيال. يا شباب يا شباب. يا شباب. اخويكم يبي جاوب. إذا ما أنتم محترمين احترم عزيز على الأقل. يا الربع تسمحوا لنا بس نسمع إجابته. اسم يا أبو ناصر. مو بكل من لبس اللبس الوطني يمثل الوطن. في ناس يلبسون الزي الرسمي ولا يحترم الوطن. ودك إنه يلبس له لبس مو هو بلبس الوطن. برضو ما هو سؤالنا. إلا. سؤالنا الله يطول عمرك إذا أنت ما لبست لبس وطنك وطنيتك فيها شيء. لا مو بشرط. عادي يعني تلبس أي لبس ثاني. إي عادي جدا. أكيد. أكيد. شلون 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 يعني مثلا واحد لبس لبس الوطن الحين انت تقول واو ذا مواطن ما في حيله إيه؟ وهو كذاب صح ولا لا؟ صح. تتفق معي ولا تختلف؟ اتفق بس انت متناقض. ليش؟ لا صار كلام اول تحت البث قطر. ايوه إيه؟ هذا لبس. طيب انت حاط ان اختلف إيه؟ بالنهايه هل هذا لبس قطر نفسه؟ لا ها مو بلبس يعني انت ما لبست لبس قطر. أنا اختلافي ويش؟ أنه عدم أنت تقول السؤال أنه إذا ما لبست الزي الوطني مثلا بما أنك قطري القطري وطنيتك فيها مشكلة. لا حلو صح. طيب أي أنا قلت بس حلو. واحد منا فهم غلط. من؟ بينجلد بينجلد مني الربع. زين السؤال الأخير. أسكت عن خويي إذا أخطأ علي فالهوى. أسكت عن خويي إذا أخطأ علي فالهوى. أتفق أختلف. تختلف ما تسكت عن رفيقك اليوم أن أخطأ عليك. عزيز في الهوى. هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي. هلا فيكم تسينا بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد. يا هل البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامنا بشاذلية ضيفنا يالله حية. يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة. يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية. يا هل البزنس كفو. هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي. هلا فيكم تزين القوة في يا هل البزنس كفو. يا هل البزنس كفو.
يا هلا هلا في كل وافي يا هلا وكل من له قلب صافي هلا 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 فيكم تزين القوافي يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هلا البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامرة بشاذلية ضيفنا يالله حية يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هلا البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامرة بشاذلية ضيفنا يالله حية يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو حطيت لي الله هذا من وين يا ضاري من وين لا 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 في ملاعق يا حبيبي بس من وين خليك هذا من حلانا غير الله يعطيهم العافية حلانا غير ما قصروا بيض الله وجيههم على الشيء اللي هم يقدمونه صراحة شغل جميل من جهة أو من متجر جميل جدا الله يعطيهم العافية بنروح للسؤال اللي قبل الأخير أقابل الإساءة بمثلها خلوا عنكم العيشة وارفعوا اللوح أقابل الإساءة بمثلها برا ما ترفع عبد الله ما اسمع والله إذا أحد أخطأ عليك تخطي عليه لا بالله ما نبعه بالردة بالردة طيب أرفع أرفع تتفق تتفق لا أختلف أختلف معليش يا ريت ايش كونكم ولا خمسوني اعوذ بالله دقيقه سامي اليمين اسلم تتفق انه اذا حد اخطا عليك تحكم لا يرد بس تفكر معك خطا تلتفت فيه ولا كلام انت تعتبره كنا خطا خطا بسيط خطا عابر اما الكلام المعتبر بنعرف مرده لجاء اما اللي غيره خليه يروح تمام نروح للسؤال الاخير كثره التغافل ضعف كثرة التغافل ان يتغافل عن فلان ضعف جاوب عايض عايض وين لوحتك يا ولد عيشة لحقن عليها اخر سؤال جاوب تختلف تختلف على وش يا عايض عيد السؤال طيب لا نسيت والله اني كنت انا ما ابغى اسال كذا بس شنو السؤال السؤال كثرة التغافل ضعف
يعني ممكن يكون قوة؟ قوة هي. أبان إنه هو ضعيف. وش إجابتك ضاري أنت وما ذكرت؟ ليلى أنت ضعيف. وش إجابة؟ تتفق؟ سؤال. لا لا. أبختار 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 لي. لا. محمد. تختلف إنه ضعيف. وفي بيت لي. والتغاضي. إيه يا شباب نسمع والله إني قريب منه ما أسمع والله. أسلم. طاليها طال عمرك بيت اللي قلت والتغاضي عافية جسمه وصحاوه وانتقال لو تدقق في الكثير ولو تدقق في القليل ما بقى لك درع جنب وما بقى لك راس مال. سلام سلام تسلم طال عمرك. أنا عكس جوانا برد بيتين لي اسمع ترد علي في بيتين اسلم يا خبر اسلم. أنا اتفق ان التغافل ضعف. التغافل ضعف تقول كم لي وأنا عدي الزلات من مبطي وادمع خطأ صاحب انكذلت على ريبة الطيبة الزايدة حضرة المخطية شوفها خملة ما عاد طيبة. سلام ممكن وجهة نظر اي والله مقنع. التغافل ميزة السادة رفيعين المقام. طيب ممكن يا اخي الضعيف مهما تخطي عليه بعض الناس الضعاف مهما تخطي عليه بيتغافل ما يقدر يقول لك شيء ضعف فيه. بنفس الوقت بعض الناس يرفع نفسه عنك او عن خطاك او عن اي حاجة تسويها بالنهاية هي كلها سامية مذكر. كنت بجاوب كذا انت لوحه ما رفعتها. والله اني انا طالب. وين كاميرتي يا كنترول؟ ان شاء الله هذه اطالب من الاداره ان في كم اسم ما يشاركون معنا في 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 هالفقره. ايش يقول من ناحيه الاسامي؟ عايض الزايد مذكر بن حسن لكن ما سالناهم ما يدروا وش يرفعون لوحه كذا. بعد دقيقه خلينا نشوف خلينا نشوف خلينا نشوف خلينا نشوف. وعبد الله بن هادي هذا ولا ما اشوف منه فايده في الفقره نهائيه. وش نسوي؟ ها انت على مجموعتك ها شنو يلا اسلم قول. ما اعطيتنا مجال نتكلم ولا اعطيتنا مجال. السؤال الاخير انت ما تدري وش رفعت اللوح ليه؟ انت ما اعطيتني مجال كل ما جيتك انا قلت لي محمد بن يا فلا. وش اللي يخليني اصفطهم كلهم واجيك؟ ما جيت هنا مره واحده بس ها؟ مره واحده جيتنا. لا جيت هنا مرتين. جيت لا ثلاث مرات. واحدة عند عبد الله واحدة عند مهند واحدة عندك. غير صحيح. أتحداك ثلاث مرات. هاي مذكر عندك كلام؟ واحد سألته وجاوب إلا سؤال واحد اللي هو الأول. أنت كل الأسئلة ما جاوبته كل ما نشدتك قلت أوه السؤال ما فهمته صح. أخ نوره ترى واحد بس اللي فهمته صح وجاوبته. والله خير ما رفعت. على العموم واحد اللي ما جاوبته. على العموم أمزح معكم والله يعطيكم العافية. فقرة ممتعة جدا وبالتوفيق. مع السلامة وصفقوا خلوني اطلع. تعال توفيق. لا 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 عايض.